السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا ضمن سلسلة الأسواتكا. اليوم إن شاء الله موضوعنا، طبعا السؤال هذا هواي ورد إلي ضمن الإيميل الخاص بالقناة، إنه كيفية اختيار البارامترات اللازمة لتحليل الحساسية. هل هنالك قاعدة ثابتة؟ هل هنالك بارامترات محددة ثابتة؟ أنا من أريد أختار أسوي عندي فد بروتوكول خاص أختار عليه البارامترات الخاصة بالكيس ستدي مالتي. يعني هواي وردت هاي الأسئلة، فصراحة حبيت أناقشها من محاضرة فيديوية خاصة بي حتى تكون واضحة للجميع. البروتوكول اللي أنت تستخدمه for choosing parameter or selection parameter اللي لها علاقة بالvariable اللي أنت حتشتغل عليه ومن تحليل الحساسية، احنا شنو الغرض من عنده؟ نريد ناخذ كل البارامترات المؤثرة، ما نعرف تأثيرها كثير قليل أو كاد يكون معدوم. تحليل الحساسية راح يطلع لنا الأكثر ويحذف لنا ويهمل لنا اللي ما لهن تأثير. احنا شريد نوصل مرحلة نقلل عدد البارامترات إلى أكثر ما يمكن حتى الكالبريشن يظهر لنا بأحسن وأفضل نتيجة. أوكي، ذي يقول لك هنا the flow simulation نمذجة الموديل باستخدام السوات كاب موديل، وأنا استخدمت المونثلي فريكونسي يعني الترددات الشهرية، يعني البيانات الشهرية اللي أنا راح أدخل هالبرنامج كأوبزرفيشن اللي يمكن شوفتكم ياه مسبقاً. After processing بعد إكمال العمليات المطلوبة، أنا عند السنوات اللي راح أخذها ككالبريشن وفاليديشن من 2000 إلى 2015، تمام؟ جزء للكالبريشن جزء للفاليديشن. نجي The initial أول سنتين من 2000 إلى 2001 راح نطيهن للإحماء مال الموديل أو تسخين الموديل. سيجي أحد يسألني شنو الورم أب مال الموديل، تقدر ترجع أكو فيديو أنا مسويته يقصد به الورم أب موديل، يعني عدد السنوات اللي نهملها وما ينطي نتيجتها أنت تحددها. فأنا حدد السنتين هنا. The most relevant البيانات أو البارامترات الأكثر صلة وأكثر حساسية related to the أنت البارامتر اللي أنت راح تشتغل عليه. أنا هنا مثلاً دا أقصد السيرفس رينوف، دا أقصد السيرفس الجريان السطحي. يمكن تحديدها واختيارها، لاحظ هذه الكلمة، اعتماداً على literature and visual observation of both observed and simulated hydrograph based on much على الكثير من الريسيرش اللي مستخدمين البرنامج اللي انت حتشتغل عليه. لاحظ يعني اختيار البراميتر اللي يعني حتى تحدد او تحلل حساسيته بالنسبة لهذا الفاريبل اللي انت تريد تطلعه ما له قانون ثابت. حتى المؤلف الرئيسي مثل ما نقول لبرنامج سوات اللي هو دكتور كريم عباسبور ينصح بهذا الشيء، انه انت اذا تريد تشتغل ضمن كيس ستدي معين شنو الفاريبل اللي انت تريد تطلعه؟ تطلع نتح ايفابو ترانسبورتيشن، تريد تطلع سيدمنت، تريد تطلع سيرفس رينوف، اي متغير انت تريد تطلعه، تروح تشوف بحوث مشتغل بهذا البرنامج السوات قريب نفس الفاريبل اللي انت تريد تطلعه. ديسشارج تروح هسه انا شوف لاحظ اعتمدت على هذه البحوث، هاي لاحظ كم بحث، 1 2 3 4 5 6 7 بحوث لست، يعني عدد من البحوث 7 بحوث استنتجت معتها البارامترات الاكثر سنستيف تحليل الحساسيه اختاريتها، تمام؟ ده تقريبا 14 بارامتر والميثود مالتهم والبارامتر كل واحد والاسم الديسكريبشن مالته النيم وضمن يا فايل اكزيت والانيشال الديفولت، هاي يسمونها المفروض ديفولت انيشال ريشيو. فعلى هذا الاساس فما يجي احد يجي يقول لي شنو هو البروتوكول الخاص، هل يا ترى اكو فد مانوال؟ كل اذا تروح كل بحث تلقى بحث يختار 5 بارامترات، بحث 6 بحث 7، فماكو شيء ثابت. لكن انت كل ما اختاريت بالبداية اكثر راح تلقائيا هو بالايتريشن السوات كاب بايتريشن، تمام عيني؟ فالايتريشن راح هو تلقائيا اذا انت مدخل في البارامتر مو له اهميه راح يحذف لك اياه، يقول لك هذا نوت سنستيف ويشيل لك اياه. فاول خطوه احنا حتى نسويها بالسوات كاب نختار سيلكشن اللي تحكمني هو اختيار البارامترات. فالبروتوكول الخاص باختيار البارامتر يعتمد على البحوث السابقه
على literature review، يعني انت كل ما جمعت بحوث سابقة قريتها تقدر تعرف كم باراميتر تقدر تدخله. يعني هسه انا خلال دراستي اني يعني قريت تقريبا اكثر من 21 بحث، قدرت استنتج البارامترات الخاصة بالسيرفيس رانوف هياته والميثود. وتقدرون اني سويت محاضرة اصلا شرحت بيها الفرق بين الفي وبين الار، شنو معنى الريبليست وشنو معنى الريليتيف، يعني النسبي لهذا تأثير لازم يكون موجود في هاي البارامترات. على هذا الأساس وتقدر أيضا تستفاد من المانوال كود جايد لاين مال سوات كاب، لكن ما دا يقول لك إنه استخدم هذه في شيء، وإنما أنت المفروض تقرأ بحوث سابقة. فالسلكشن نرجع ونقول كملاحظة أخيرة، السلكشن للبروتوكول المتبع للفور تشوزن أور سلكشن بارامتر يعتمد على من؟ على literature and visual observation of both observed and simulated hydrograph. هذا يعني يعتمد على البحوث والأدبيات السابقة، هو اللي يحدد لك ايش قد تختار تقرأ انت اكثر عدد ممكن من البحوث، وعلى اساسه تحدد البارامترات الخاصة بالمتغير اللي انت تريد توجده. ماكو معيار ثابت، ماكو شيء اسمه انه اني اكو فد جايد لاين ثابت، اذا كذا كذا، اذا جراوند ووتر حسب انت شنو المتغير اللي توجده. جراوند ووتر تروح تقرا اللي منفذين مسوين سيموليشن للسوات للجراوند ووتر باستخدام الاسوات. اكثر من 10 12 بحث كلش كافي نعطيك انديكيتر او مؤشر شنو هي البارامترات اللي ممكن انت تستخدمهن بال يعني من تسوي يعني كالبريشن وفاليديشن للبرنامج. ان شاء الله تكون محاضره هذا اليوم واضحه بالنسبه للاخوه اللي جتهم، يعني اللي جتنا اسئله من عندهم بخصوص هذا الموضوع. يعني إن شاء الله تكون هاي المحاضرة واضحة لكم ويعني دقيقة وتقدرون تستفادون من عدها، حتى تعرفون على أساسها يعني راح أسوي عنوانها بالبروتوكول المتبع فور باراميتر سيلكشن. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار بالنسبة لهذه المحاضرة الفيديوية تقدرون تتركون ضمن الكومنت الخاص بها تعليقات حتى نقدر نجاوبكم، وإذا احتاج الأمر إذا فيديو أيضا نسوي لكم يا فيديو ضمن القناة. نلتقيكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى ومن السلسلة. دمتم بأمان الله وحفظه.